وهنشوف النهاردة من خلال بسمة ماذا كانت تمثل هذه الأغنية أو هذا العمل الفني في حياة عبد الحليم حافظ، ونتطرق معاه إلى كل جوانب حياة فناننا العظيم عبد الحليم حافظ. اللغة الشعبية بمفهوم العلمي هي من القاعدة إلى القمة، ولكن التصنيف الشعبي بمفهوم رجل الشارع هو من يلبس جلابية ويغني فله فئة، ومن يرتدي بينبين فله فئة، ومن يغني للصالون له فئة. هذا التصنيف وجد أيام عبد الوهاب لما كانوا بيسميه مطرب الصالون. يعني مطرب الصالون يعني كان له فئة من الناس رائدة تسمع ثم تبص هذا السمع إلى العام، فكان الناس تردد أغاني عبد الوهاب بالأذن نتيجة أن هناك فئة رائدة تسمع وتقول لغة راقية من الفن تحتاج إلى ترجمة حسية وليس ترجمة لغوية. لما نيجي لشعبيات عبد الحليم، أنا كل ما أقول التوبة مجموعة الأغاني اللي قالها بإيقاعاتها بإثاراتها الإيقاعية هي كانت شعبية حليمية وليست شعبية شفيق جلال أو شعبية رشدي أو غيره، زي ما معظم المطربين اتهموا عبد الحليم بأنه دخلوا في مسارهم. أبدا، استطاع عبد الحليم أن يوظف شعبية كل هؤلاء إلى شعبية حليمية، بدليل أنه كان في وسط هذه الشعبية الإيقاعية الجماهيرية كان يغني العاطف الناعم في وسط الكلام، وزي ما نيجي في أي دمعة حزن لا 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 نحس أن الجمهور عايز يقول معاه، ويجي عند من كام سنة هنا عبد الحليم حافظ وما أن يحس أن الجمهور جذب إليه وابتدع حتى يعود بهم إلى الشعبية اللي هي مرحلة بين بين، اللي هي مرحلة يا شعبية يا فنية، أقول الاثنين، وإلى أن وصل لمرحلة أنه يقول قارئة الفنجال وما قبل قارئة الفنجال، في أنه ينتقل إلى اللون اللي بدأ بيه عبد الحليم حافظ. ويمكن الحاجات دي كتير من الناس محللهاش، ولكن اللي التصقوا بعبد الحليم حس أنه كان دايما بيصعب عليه أنه يسيب عبد الحليم وراه وينقى عبد الحليم اللي هو يستطيع أن يبيع لمرحلة تهزها ظروف اقتصادية تهزها ظروف، أو هي مرحلة ما بعد 67. في أغاني حضرتك تقولي الغنوة دي تسمعيها لكن ما تقدريش تشوفيها، الغنوة اللي تتشاف لازم يبقى فيها مقومات غير الغنوة الإذاعية، ولو أنه في أغاني اللزم الطويلة، يعني لما بتبقى فيه لزمة طويلة هنا ممكن تبقى في إذاعة، لكن اللزمة الطويلة غير مستحبة في الغنوة السينمائية، لأنه المغني أو المطرب بيغني أنا بصوره، لكن لما تفضل لزمة طويلة المخرج بيحتاس يعمل إيه، فتلاقيه مش عارف يتصرف إزاي أو يخرج إيه أو يخلي المطرب يعمل إيه، فلازم الغنوة السينمائية تبقى اللزم الموسيقية فيها أقل بكثير من الغنوة الإذاعية. ممكن تبقى المقدمة طويلة في الإذاعة أنت قاعدة بتسمعي وممكن تسرحي وممكن تتخيلي أنت أي حاجة وتعيشي في خيالك والمقدمة شغالة أو اللزمة شغالة، لكن في السينما لازم يبقى المطرب اللزمة قصيرة المقدمة قصيرة. برضو الغنوة السينمائية المفروض زمانها مش زي زمن الغنوة الإذاعية، يعني ممكن الغنوة الإذاعية توصل ساعتين، كنا بنسمع مثلا السيدة أم كلثوم أغاني ساعتين بنسمعها في الراديو، ممكن نشوف ده في حفلة، لكن كصورة سينمائية ما تقدريش تتحملي غنوة أكتر من حد معين وإلا بتوقف حدث الفيلم. فاللي حصل الحقيقة كان فيه حكاية طريفة جدا. أنا كنت في معهد الموسيقى فالتقيت بالموسيقار الصديق الراحل بليغ حمدي، فكنا بنعمل بروفة الأغنية من الفولكلور الشعبي، فبعد كده بسأل بليغ بقول له عجبتك الغنوة، ما كانش تلحين بليغ، فبقول له عجبتك الغنوة، زعل يعني، قال لي ليه، أنا حاطط خطة معينة لتطوير الفولكلور، الخطة دي مش هتنفذ كما يجب إذا اتعملت مجرد إن واحد عايز يلحن فولكلور، أنا عامل لها دراسة معينة وبتاع. قلت له إيه رأيك في الكلام؟ قال لي الكلام كويس بس أنا بقول على التجربة بتاعتي هتبقى هتميع يعني. فالمهم إيه، أنا اتضايقت ومشيت. ف
ففوجئت بمليك حمد الله يرحمه، عرف عنوان بيتي لان انا ما كنتش لسه ركبت تليفون، كنت لسه في بداية طريقي، فعرف عنوان بيتي وسأل البواب قال له ده بيجي الساعة 12 بالليل. لقيته راكب العربية السبور بتاعته الصغيرة دي اللي كانت عنده في الفترة دي ومستنيني هو والسكرتير بتاعه قدام باب العمارة. قبل بقى هو ما يجيلي، قبل ما انا مشيت فهو جه ورايا قال انت زعلت وبتاع قبل ما اروح يعني. قال لي طب انت عامل ايه جديد من النوعية دي؟ قلت له والله انا عامل كلام بيقول سواح وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد وانا فيه غريب والى اخره. فاخد المذهب، كنت انا كاتب المذهب بس. فقال لي طب سيبولي بالليل. لقيته الساعة 12 بالليل مستنيني تحت العمارة في قلب السيارة بتاعته هو والسكرتير. ايه الحكاية، في حصل ايه وبتاع؟ قال لي انا ساعة بعد ما سبتك لحنت المذهب وكنت عند عبد الحليم حافظ من نص ساعة وقال لي هات لي المؤلف من تحت الارض. فانا جيت فرق طبعا مسألة طبعا شيء مفرح بالنسبة لي ومفاجأة، فقلت له طب انا هاجي معك ورحت معه. فجت الفرصة ان عبد الوهاب بعد ما عرف ان الانسان ده هيبقى حدوتة وحكاية راح واخد لقطه عمل له فيلم او حاجة زي كده. وبعدين دخل علينا النادي الفرقة المسيرية لقي الهزار داير زي ما هو، وهزار ظريف يعني ما فيش من غير تقل دم. فنادى لعبد الحليم وخدوا الأوضة جوه عند فؤاد، ورجعنا لقينا عبد الحليم متجهم ويلا يا جماعة بقى مش هو عبد الحليم بقى، احنا لسه فين عبد الحليم بقى اللي بيننا وبينه؟ على فكرة أقول لكم عبد الوهاب قال لي ما تهزرش مع الموسيقيين، ما تحاولش تصاحبهم قوي. قلنا له ليه كده بقى يا عبد الوهاب؟ اللي بقى لغى الزعل بتاعنا من كلمة عبد الوهاب انك ما تبقاش تهزر مع الموسيقيين او ما تصدقش معهم قوي، ان عبد الوهاب نفسه اتقلب بقى بالنسبة لنا زي عبد الحليم بعد كده لما حبينا قوي. طب عبد الوهاب يدينا تليفونات نروح له البيت. حبوكوا ولا خاف للشغل يبوظ؟ لا والله هو برضه ما تقدر تبوظ الموضوع كله في ثانيه. انت برضه ذكائك يسمح بالسؤال ده او بالرد ده، ان طبعا هو بيشتري الناس. يعني اقول لحضرتك حاجه، لفتات والله ظريفه قوي والله لا ما انكرهاش دي لله. عبد الوهاب نخلص له الشغل وكان يقال عنه ان عبد الوهاب بخيل. اتقلت عنه كتير يعني. كتير. نخلص الشغل ونعمل اللحن ونسجله ونعمله حفلة. والحفلة يقول لنا طولوا فيها، اذا كانت هتاخد ساعة لا خليها تاخد ساعتين. اذا كانت هتاخد ساعتين خلوها تاخد ثلاث ساعات. واللحن حلو واحنا مش قلقانين. فدخل في اوضة بيسموها اوضة التسجيلات او اوضة الاستماع بتاعته هو بليغ، وسابني انا في اوضة المكتب بعد ما ضيفني وحاجات زي كده. فأنا طبعا فرصة عمري فقعدت، فجاني فكرة الكوبليه الأولاني. كتبت الكوبليه الأولاني، فبعد نص ساعة لقيت عبد الحليم خارج هو بليغ ربنا ما فتحش عليك بحاجة وبتاع. قلت له والله أنا كتبت كوبليه بس مش متأكد منه أوي. فقرأ الكوبليه قال لي لا ده هايل. راحوا واخدين الكوبليه وداخلين على الأوضة جوه، سابوني حوالي ساعة. كتبت الكوبليه التاني الساعة 7 الصبح، وكنت أنا مخلص الغنوة تماما، مخلصها تماما يعني، وكانت منتهية تلحينا كمان. هذا الإنسان رغم كل هذا كان عندما يقف على المسرح يعيش قصة كل واحد من اللي قاعدين بيسمعون. يعني واحد بيغني مش بيغني الناس، ولكن مستحفظ فيه كام في الصالة؟ 1000 2000 بيغني لكل واحد في الصالة، مش لكل، لكل واحد. بدليل إن كانت عينه تجول والسادة المشاهدين بياخدوا باله معنيه لما كان يبص ويرقط حد إذا كان بيبتسم أو بيبكي يغني له ويبدا يقول بعينيه على الظهر. تركيبه غريبه، احساسه كان موصول. تركيبه غريبه غريبه غريبه. احنا بنتكلم والكلام خدنا، انما برضه واحد لما بيفوق على ايام انا ساعات مثلا او موعد كده تخيل واقف قدام بتاع احس للحظات انه عايش وانا بدي الحوار معاه. ليه التركيبه دي ممكن تكون تركيبه عاديه؟ انسان حياة بسيط حياة كاملة وينجح هذا النجاح الرهيب ويخلي مجموعه. يعني هو لما بدا يغني كل المطربين اللي في العالم العربي
بدأوا يبصوا له ويسمعوا فتحولوا الى مستمعين وقعدوا ما انتجوش، هم كل واحد كان يستطيع انه يغني ولكن تحولوا من مطربين الى مستمعين فبدأوا يسمعوا له. في الاول كانوا في منهم رفضوا، في بعد كده دارت الايام عبد المطلب مسك الواد ده لا يمكن ده مش طبيعي. وبعدين لما بقى يروح له البيت وجاب حالي ايه ابو نور يقول له يا ملك يا حاجات، كان في حاجات الحب اللي هترغم الفنان انه يظهر شعوره الحقيقي مش شعوره المزيف. خلال هذه الفتره البروفات بقى بعد كده كنت الاقيه كان ما كانش فيه لسه كاسيت، كان فيه الاسطوانات، فكنت انا طبعا بدات اتردد على البيت وبسمع وبقعد على فوق المكتب وبتاع، فكنت دايما الاقيه بيسمع الاغاني الشعبيه اللي هي يعني مشهوره في الوقت ده زي وهيبه زي مش عارف ايه زي الحاجات دي يعني. فطبعا انا ما جرؤتش ان انا اساله انت بتعمل كده ليه، مش لسه مش واخد عليه. فهو بذكائه الشديد قال لي، قال لي طبعا هتقول لي كل اما تيجي تلاقيني بسمع الاغاني دي ليه، الاغاني دي ناجحه ولا لا. قلت له اه ناجحه. قال لي خلاص انا عايز اشوف ايه عناصر نجاح هذه الاغاني، ايه اللي خلى الاغاني دي نجحت، وبعدين انا مقدم حاجه اقدمها باسلوب انا بس اشوف ايه اللي نجح. يعني هو كان اي اغنيه بتطلع لاي مطرب حلوه وحشه بيسمعها، ما اقدرش اقول على غنوه ان هي مثلا وحشه من غير ما يسمعها. والان مشاهدينا الاعزاء بنستاذنكم ان احنا نشوف مع بعض هذا التصوير الدرامي الجديد لاغنيه الوي الوي، ولكن بصوت فناننا الكبير عبد الحليم حافظ. شكت لأهل الحي
زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق ده البدر من قوليلي من زيك والله
مالك زيك ده البدر من ضيق صعب عليه الضيق ده البدر من ضيق صعب عليه الضيق